قام فيه من الحرم. ده يعني الأول دي أساسية، إحنا ربناها على كده، فبالتالي وهذه الأماكن اللي هي بتبعد عن الحرم في حدود 1250 متر اللي هو كيلو متر وربع، فبالتأكيد هذه الأماكن بتبقى الأسعار فيها، وخصوصا في الهاي سيزون أو في المواسم العليا ومواسم الطلب العليا، فبتبقى الأسعار غالية جدا. أما لو وإحنا في حالة، أعتقد إن هم في غرفة الشركات حاليا بيحاولوا إدخال أنواع أخرى من السياحة تبقى قليلة التكلفة، بحيث تبقى في متناول ناس كثيرين جدا جدا. ولتعلمي ليس خفي على الجميع ان حتى حاليا ان في عندنا في غرفة الشركات عدد كبير جدا بيتم تنفيذه بالمقارنة مع وزارة الداخلية، ارخص منها وافضل منها خدمة. فبالتالي احنا في المجال ده، بس الفكرة ان هي دي فرصة بتيجي في خلال العام المرة واحدة بيتم التسويق إليها، بندفع فلوس عليها كتيرة، بندفع أشياء كتيرة جدا موظفين وخلافه، في حين إن هما الميزة بتاعت القرعة كلها راحت للسمسار وحجبت تماما عن صاحب المصلحة الأساسية اللي هو الشركة، اللي هي المفروض إنها بتقوم بهذا العمل منذ سنوات، وهذا جزء من ممارستها لعملها فيما يتعلق بموضوع الحج. الحج بيكون مع العمرة أو مع أنواع السياحة الأخرى الجالبة لمصر. هل التأشيرات بيتم شرائها من الجانب السعودي؟ لا بالتأكيد، هو التأشيرة في كل الأحوال هي مجانية. التأشيرة مجانية. ما ليه دايما نسمع احنا مستنين تيجي التأشيرة، مستنين تيجي التأشيرة؟ هو اللي بيحصل ان التأشيرة لها قواعد معينة. في حالة الحج مثلا ما فيش فيها مشكلة، يعني في حالة العمرة بيبقى في أيام معينة مرتبطين بها بالقنصليات فبيبعتوا فيها، فبيروح بيكون قدمت بطريقة متأخرة أو تأخرت في القنصلية السعودية أيام. أما فيما يتعلق بموضوع الحج فالتأشيرة مجانية، يعني بيتم التنازل عنها. معنى أن هناك شركات تقوم ببيع التأشيرة. شوفي حضرتك، هو في ميزة عندي 4 جوازات، هعمل بيهم ايه؟ هقدر انفذهم؟ ممنوع ان انا انفذ 4 أو 20 أو 15 أو 20، اقل من 45 جواز انا لا استطيع ان اتفق على الخدمات في السعودية بداية. وبالتالي ده بيجمع ان احنا حاجتين، اتنين، نتضامن ما بين بعض كشركات عشان نكمل ساعة اتوبيس فيما 45 شخص، ده من ناحية، وهذا التضامن بيأخذ أشكال مختلفة، يأخذ شكل تضامن فعلي وشراكة في المكسب وفي الخسارة طبقا للدور اللي بيقوم به كل واحد، أو إن أنا بقول له خذ الحق بتاعي ده هو في مقابل معين اللي هم بيسموه شعبيا اللي هم سعر تأشيرة. هو مش سعر تأشيرة، هو سعر الهامش اللي أنا المفروض إن أنا باخده في مقابل هذه الميزة التي منحت لي. طيب هذه الميزة ممنوحة لك؟ أيوه. ليه بدبي؟ مش يعني كانت في شركة سياحة بتقوم ببيع، يعني هي بتاخد ده بدون مقابل في حضرتك. دي في عندنا سابقة اوريدي، وزارة السياحة منذ 7 أو 8 أعوام قامت ببيع التأشيرة لنا لمن يرغب 12000 جنيه مرة، واللي بعدها 6000 جنيه واللي بعدها 3000 جنيه. كان في ظروف معينة؟ لا ما كانش في ظروف، ما هو ظروف وبالتالي وشركات السياحة الأخرى أصبحت الموضوع كان ممارسة طبيعية. انت عندك لما تمارسه وزارة السياحة، انت عندك ميزة وانا باخذ هذه الميزة، الميزة دي لما بتبقى تفضل منك انت بتعطيها لي في مقابل. هل نزلت وزارة السياحة بتفعل زاز؟ لا، ما هو من 2011 لا توقفت، وبالتالي بدأت تطبق علينا. استمرت ما هو حتى الآن في القرعة ما زال موجود نفس النظام، ما هو أصل السيستم نفسه متقابل، عدد التأشيرات لا يسمح بالتنظيم، وبالتالي هل إن أنا أمتنع تماما عن ممارسة الحج أو إن أنا أديه لحضرتك؟ فأنا بمارس بجمع الغالبية العظمى بتقوم بالتضامن والمشاركة في المكسب والخسارة، الغالبية العظمى. قد يكون هناك البعض بيتداول التأشيرة بسعر، قد يكون هناك البعض سواء في النظام القديم أو في النظام الحديث، وأصبح دلوقتي لو افترضنا إن هي 5000 جنيه بياخد نصهم أو أكتر من نصهم السمسار، وأنا باخد المنفذ بياخد الشيء البسيط، فأصبح العملية في كل الأحوال لابد أن تكون لها لكن فيها معيار. وهذا الوقت هذا الوقت الصعب بالنسبة لشركات السياحة، منذ 5 أعوام ما فيش شغل، وبالتالي تجمع، لأن المشكلة دي نشأت عدد كبير جدا من الشركات اللي كان بيشتغل سياحة خارجية زي أنا وزي شركات كتير جدا، بدأت تتوجه لأي جزء من القطاع اللي شغال، وأصبح في طلب كتير من الشركات بيطلب العدد المحدد. فالوقت المناسب ده إن الدولة
تسيب لنا حقوقنا عشان على الاقل ما ناكلش بعض. ازعم يا استاذ محمد ان قطاع السياحه الدينيه يحتاج الى وقفه حقيقيه تنظيميه من وزاره السياحه في هذا الاطار الذي تتحدث فيه بشكل حقيقي، لانه يبدو انه ينتابه الكثير من الخلل في اطار ان السياحه قطاع السياحه بشكل كامل معطل، وان هذا القطاع هو القطاع العامل. يعني لدي تقرير، تعالى نسمعه سويا معكم على الساده المشاهدين ونعود مره اخرى الى الحوار. مع اقتراب موسم الحج للعام الهجري 1437 بدأت أزمة التأشيرات في الظهور بين اتجاه الوزارة لتطبيق نظام القرعة وبين طلب شركات السياحة العودة إلى نظام الحصص والذي يتيح للشركات الحصول على عدد من تأشيرات الحج وفقا لدرجة تصنيفها. ويقضي نظام القرعة بأن تحصل الشركات على عدد من تأشيرات الحج وفق قسمة الغرماء، بحيث تحصل الشركة على عدد تأشيرات أكبر كلما زاد عدد الراغبين في الحج معها قبل إجراء القرعة. وطلبت غرفة شركات السياحة الوزارة رسميا بإجراء قرعة الحج السياحي والداخلية والتضامن في نفس التوقيت لمنع الاختراقات والتلاعب، وذلك في المقترحات التي قدمتها الغرفة للوزارة. وتبلغ تأشيرات الحج نحو 30,000 تأشيرة، حيث تتجه وزارة السياحة إلى وضع آلية لتقليل سقف أعداد المتقدمين بنسبة تتراوح ما بين 30-40% مقارنة بالعام الماضي. وتشير مؤشرات إلى أن الوزارة ستعمل على تقسيم تأشيرات الحج هذا العام إلى برنامجين، الأول مخصص للبرامج الاقتصادية البرية والاقتصادية ومستوى الثلاث نجوم الذي يعود هذا العام بعد إلغائه لعامين، ويخصص لهذا البرنامج نحو 18,500 تأشيرة، والثاني مخصص للبرامج السياحية فئة 4 و5 نجوم ويحصل على نحو 11,500 تأشيرة. يذكر أن نظام القرعة المفتوحة كان مطبقا خلال السنوات الثلاث الماضية، وستعلن وزارة السياحة رسميا الأسبوع المقبل الضوابط المنظمة للحج السياحي لهذا العام. احنا في انتظار هذه الضوابط، والى حينها وزاره السياحه الزمت شركات السياحه العام الماضي اللي بتنفذ برامج الحج والعمره بتوقيع عقد مع الحاج في كل الخدمات اللي هتتقدم له هناك، والشركه اللي مش هتلتزم هيوقع عليها عقوبه. السنه دي ايه الموقف؟ هو كل سنه بيتعمل نفس الكلام. يعني هو بدايه القانون في تقصير، الجزاءات ليست رادعه. فمن ناحية الجزاءات ليست رادعة، والحقيقة برضو الجهة الإدارية وزارة السياحة ليست أمامها الكثير لتفعله، لأن حتى الجزاءات اللي بتعملها مش رادعة. وبالتالي وده بيشير لإيه؟ لو خدت بال حضرتك إن الأعداد اللي تقدمت في 2012 و13 و14 من الحجاج اللي قلت لحضرتك عليهم، إن أعداد زيادات ليه؟ أنا ناس كتير جدا كانت بتحترم أنفسها وما مارستش الانحراف. السنة اللي بعدها لما لقوا اللي منحرف هو اللي كسب، فبدأ هو ينحرف هو أيضا، واللي بعديها زاد عدد المنحرفين، فاصبح ان كل الناس بدات تنحرف وبتستخدم الاساليب الغير منطقيه والغير قانونيه اللي مش قادر اثبتها عليهم، ما نقدرش نثبتها، ولكن التحليل مبدئي لاي شيء للظاهره هتلاقي لها منطق. ما قلت لحضرتك لا في طفره اقتصاديه ولا في طفره في السكان ولا في اعلان نفهم الامام، فبالتالي الزياده الطبيعيه لازم تكون لها سبب اخر، والسبب دوت معلوم. والتوصل حتى وصل درجه تغيير الاسماء، لان هم بيدخلوا ناس من العمره، بيدخلوا ناس من اللي هم لم يقبلوا في قرعه الداخليه ولم يقبلوا في قرعه التضامن، بقى مبدا دستوري حتى راح، واحد خد 3 فرص وواحد ما خدش الا فرصه اللي هو بتاع الحج اللي هو في الحق الاصيل بتاعي، فاصبح بيجيبوا هذه الجوازات بمقابل من الوزارتين وبيدخلوها على السيستم، فاصبح عندي عدد كبير جدا جدا من الجوازات، وبيمنع ان هو اللي هو الحاج اللي هو العميل العادي لشركه السياحه اللي هو اصلا العميل ده لو هو خد خدمه جيده في العمره هيجي في الحج، لو خد في الحج جايز يسافر بره معايا، فبالتالي اللويالتي اللي هي الاساس بتاع موجود العمل مع بين الشركات السياحه والعميل اصبح غير موجود حتى. هل تعتقد ان الضوابط اللي هتصدرها وزاره السياحه في الفتره القادمه ممكن ان تحقق شيء ما من العداله للشركات؟ لا اعتقد. ليه؟ لأن هو بالتأكيد إن هو المشكلة إحنا حاولنا قبل كده، الضوابط في زي القوانين عندنا، كل شيء جميل جدا في الورق، إنما التطبيق إنما التنفيذ لا، التطبيق لا، وإحنا يعني ما نضحكش على بعض، إحنا بكل أسف ده لابد إن إحنا نعترف بوجود المشكلة عشان نستطيع حلها،
اما لو احنا هنفضل نجامل بعض بالتاكيد بقى لن نصل الى حل بالتاكيد. هذا احنا بنتحدث استاذ محمد لان احنا شعورنا لا بس لا احنا نتحدث بل يجب ان يكون هناك من يسمع. احنا بنمارس دورنا يعني بنتكلم عننا هنا لازم احنا نمارس دورنا الطبيعي. حضرتك تتحدث ليك مطلق الحريه الكامله في هذا. هل تشعر ان وزاره السياحه ليس لديها اي استعداد لحل الازمه هذا العام بشكل حقيقي بعد كل هذه الشكاوى؟ والله هو حل الازمه من وجهه نظر مين؟ من وجهه نظر شيء ومن وجهه نظرهم شيء اخر. هم شايفين من وجهه نظرهم ان هذا النظام نظام الحصص لا يجب ان يطبق. وانا شايف ان هم وغالبيه الشركات معايا ان هو ده النظام ده اقل ضررا من النظم الاخرى. وعندي مشكله واحده في تداول التاشيره. تداول التاشيره حطها اجراءات رادعه وان الشركه اللي تتجاوز في اي حق المفروض انها تغلق تماما. يعني احنا بنتمنى ان احنا نكون من خلال تواجدنا النهارده وحوارنا في المجله السياحيه على شاشه النيل للاخبار قد نقلنا الى من يهمه الامر في وزاره السياحه وجود مشكله لدى الشركات السياحيه العامله في مجال السياحه الدينيه او مجال الحج والعمره. هذه المشكله الكبيره اللي انتم بتواجهوا يعني صوتكم الى القائمين على الامر للانتباه اليه، وبنتمنى ان احنا نسمع من وزاره السياحه رد حقيقي في هذا الإطار، أو نحد يشرفنا من الوزارة بالحوار إن يجي ويكون ضيفنا على مستعد نقعد نتحدث كمان لو كان في مناظرة، أو إن احنا نتسمع عن ضوابط حقيقية في هذا الإطار. كل الأطر مرحب بها ومقبولة يعني، وبنتمنى في القريب العاجل إننا نرى إجابة لهذا. أستاذ يعني محمد الحسنين عضو اتحاد الغرف السياحية. لا أنا عضو غرفة شركات السياحة بس. عضو غرفة أعتذر لك. أشكرك كثيرا على وجودك معي اليوم وأشكرك على الحوار وسعة صدرك. شكرا جزيلا. مشاهدينا انتظرونا في حلقة قادمة في الأسبوع القادم قبل هذا الموعد بساعة تقريبا للمزيد من الحديث والحوار والأخبار عن السياحة في مصر والعالم. شكرا لكم.